ما حكم من يطلب العلم عن طريق الكتب والأشرطة النافعة؟ هل هذه طريقة صحيحة؟ هذا ليس طلبا للعلم وليس طريقا صحيحا لطلب العلم، إنما هذه مطالعة، مطالعة يستفيد منها الإنسان على قدر فهمه. وأما أنه طلب علم، لا، طلب العلم يكون على العلماء، على المدرسين، يحضر في الدروس وفي حلق الذكر ويتلقى العلم عن العلماء، ما يتلقاه عن أوراق ولا عن كتب. نعم.